العروس منظر أكثر من رائع. يا عيني يا القعد يا عوفي لسوادي راح سلطان بر. أساسا ما كان عنده خيار آخر، يا يتركه يروح يا يحتضنه بهذا الأسلوب. وبطاقة صفراء مستحقة 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 على جمال باجندو. راح سوادي. يا الله يا جمال، يا الله يا جمال، يعني ما تروح يعني ما تروح. كعب يدرس يا أحمد، كعب يا أحمد يا عوفي يدرس. هذا جمال باجندوح، أول بطاقة وآخر بطاقة إن شاء الله. الطهلاوي مكانه حلو، مكانه رائع. أحمد العوفي في التنفيذ، والله يا هو سجل جول في كأس الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مرمى النصر. عوفي أحمد في عرضية لفات خلص حلوة، دفاع الاتحاد تبعد ترجع تصل إلى الأمام، متابعة يتابعها المهاجم.